يعني هذه ظاهره خايبه في كازا. يعني شكرا للموقع المحترم ديالكم ميديا 90 اللي سلط الضوء على الظاهره، لان طاكسي حمراء اللي القانون كيفرض عليه انه يهز من واحد حتى ثلاثه، لكن صحاب الطاكسيات كيتخيروا كيتعزلوا كيهزوا اللي بغاو، يهزوا الدريه الزوينه وما يهزوش المراه الكبيره. يعني هذه ظاهره ولينا كنشوفوها، هذا الكلام ما جناش وقلناه اليوم عباتين، لكن ظاهره كتحس بالنفس فاش كتشوف عائله كتكون من ثلاثه الافراد ما كيبغيش مول الطاكسي يهزها، كيتشرط عليهم كيقول لهم الثمن اللي بغاو، هذا الشيء كيضرب عرض الحائط القانون المنظم لهذا القطاع. يعني كنوجهوا رسالتنا للمسؤولين والناس المسؤولين على القطاع انهم يديروا شويه الحزم ويراقبوا هاد الناس اللي كيخرجوا كيقوموا بهذا الشيء خارج على القانون، لان هذا الشيء يحز بالنفس. لكن مشكل دابا عندنا الاجانب وعندنا الناس ديال السياح هنا في الدار البيضاء كيكونوا ثلاثه ما كيهزهمش، كيفراني كيبانوا ثلاثه كيكسيري كيزيد، حنا ما كيرضيناش بحالكم، لان اكثريه الزوار اللي كيدخلوا للدار البيضاء كيكونوا عائلات، خصو يوقف يهز مهما خرجتي ترزق على الله، غاتيقولوا الحوان في الصفا ورزق مختلفه، وقف ودير، ولا كيبغي يدير ريكولاج، يهزنا بلاصه ولير بلاصه ولير بلاصه باش يربح، هذاك الشيء ما خدامش، اكثريه بحال المدينه هذه، مدينه كبيره والناس كيجيو من بعيد، كيجيو باغيين يمشيو عند دياب، باغيين يمشيو هنا، شويه كتجي قاصحه. صراحه باش ما يضيعوش الفلوس، خصهم يدوا بزاف البنادم شي بلاصه شو هذاك الشيء. اذا يديو ثلاثه البنادم في بلاصه واحده غيخسروا فيها الفلوس وصافي. ايوا طبعا بعض المرات كتكونوا مزروبين كتبغيو تشوفوا شي بلاصه كاملين كيتسناوكم كيقول لكم لا ما ناسكمش ثلاثه، تعسكم شويه ولكن نورمال زعما. بالنسبه لاصحاب التطبيقات، لان يعني كاينه ضجه ديال ما بين التطبيقات واصحاب الطاكسيات واللي وصلت يعني للقضاء، هذا مشكل عويص. يعني انا كمغربي كنفضل التطبيقات، لان اصحاب الطاكسيات طغاو بهذا المعنى، هذا الشيء اللي كيديروا فيه راه ما خدامش. انا دابا كنقول لابليكاسيون خدامه، كيجي كيهزهم كيديهم ما كاينش مشكل، تنتمنى لهم حد سعيد هذوك من لابليكاسيون. حتى الطاكسي ما غنقولش طاكسي لان هو اسمه تي بي في، لان لي تي بي في كاينين في كازا كثار، ولكن ما بقاوش بغاو يخدموا، ولاتي كتشوفهم ضاربين مع موبايل لابليكاسيون، ولاتي كتشوف الشوا والغوت قدام عباد الله، تمشي للاكار تتبان لك الحايحه، الرب ضاربي بورنوزي، هذاك الشيء ما خصوش يكون. عندكم بلاصه كتوقفوا فيها فواياجور غيخرج من لاكار هو غيمشي عندك، كاع ما توقف تما تغوت عليه، هو غيخرج غادي يمشي عندك يركب غادي تديه. لا نفضل لابليكاسيون ديال ان درايف ايتش وداك الشيء، لاقاش احسن زعما كتعرف غيجي عندك غيديك وداك الشيء، شحال من بنادم ماشي مشكل زعما.